الحمد لله ربنا بيكرمنا بنكسب مبارياتنا سواء في الدوري او في البطوله الافريقيه. الحمد لله ده كرم من عند ربنا، سحر من عند ربنا، سحر من عند ربنا. ربنا هو ده سحر كرة القدم، ان انت تكسب المباريات هو ده سحر كرة القدم، مش حاجة تانية. عندك الدفاع وعندك خط وسط وعندك خط الهجوم، عندك صحراء في خط الدفاع وعندك صحراء في خط الوسط وعندك صحراء في خط الهجوم وعندك صحراء على دكة البدلاء وعندك جهاز فني الحمد لله كلها ناس محترم، مدير كرة محترم، مدير فني محترم، ناس بتبص لشغلها. تيجي تسأل المدير الفني رينيه فايلر عن أي حاجة يقول لك أي حاجة بره الملعب يقول لك مش بتاعتي. راجل محترم، راجل محترم ومحترف. هو ده هو ده اللي اسمه السحر، إن كل واحد يشتغل ويشوف شغله بما يرضي الله، بما يرضي الله بالنسبة لنا. وخلي بالكوا رينيه فايلر ما بيعملش حاجة في حياته غير إن هو عايز يكسب. فإزاي أطور من طريقة أداء أليو ديانج؟ إزاي أطور من طريقة أداء حسام عاشور؟ إزاي أطور من طريقة أداء فلان؟ حسين الشحات، رمضان صبحي، فلان، علان، ترتان. هو مشغول ومهموم بالفريق، بال 30 لاعب اللي موجودين عنده. هو ده اللي همه، هو ده اللي شغله، مش شغله كلام كتير تاني، لا، هو اللي شغله كده. كابتن سيد عبد الحفيظ مشغول، بس مشغول بايه؟ مشغول بالامور الاداريه للفرق، مشغول ان هو يهيئ الامور بشكل او باخر علشان النادي الاهلي يكسب، عشان المدير الفني مشغولين بالتمرين اهم، صحيح، مش مشغولين بحاجه تانيه. خلي اللي يتكلم يتكلم، وخلي اللي يقول يقول، وخلي اللي ما يركزش ما يركزش، وخلي احنا مالناش علاقه بكل اللي بيحصل ده. خلي بال حضراتكم، انا مصر ان انا اقول هذا الموضوع لانه موضوع مهم جدا، وموضوع يعني حضراتكم هتعرفوا قد ايه ان جمهور النادي الاهلي كان له دور ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في فوز النادي الاهلي بالدوري رقم 42 في الوقت ده تحديدا. هو ده الوقت اللي يحتاج ان احنا نعمل هاشتاج يعمل يكسر الدنيا. لسه بدري، الدوري لسه بدري. هو ده الفرق ما بين جمهور النادي الاهلي واي حد تاني. خلي بال حضراتكم، هو ده الفرق ما بينكم وما بين اي جمهور تاني، اي جمهور تاني واي مسؤولين تانيين يطلع يقول لك ايه، اصله الاهلي في المنطقه الدافئه زي ما حصل السنه اللي فاتت، اصله الاهلي يعني مش فرقه عاديه، يعني يمسكوا نفسهم بس. مش كانوا بيقولوا كده وكانوا بيتريقوا على النادي الاهلي السنه اللي فاتت؟ عمرنا ما هنعمل هذا الموضوع، عمرنا ما هنقول ان في فرق في عمرنا ما هنقول الكلام ده، عمرنا ما هنقول الكلام ده، لان لسه بدري، محدش عارف بكره في ايه. الحمد لله احنا متعلمين كده جوه النادي، هو ده اللي احنا عارفينه. اوعى تحتفل وتفرح الا بعد ما يبقى الدوري محسوم رسميا، لكن اوعى تحتفل وتفرح الا لما اول ما الدوري يتحسم. الف مبروك، هتحتفل اليوم الثاني هتلاقي نفسك دخلت في البطوله اللي بعد كده. هي دي حياه كره القدم، وهو ده اللي اتعلمناه، وهو ده اللي احنا عارفينه، وهو ده اللي احنا شايفينه. يا رب تتعلمه، يا رب الناس تتعلم، يا رب يعني انا اتمنى ان الناس تتعلم، لان برضو المنافسه بتخليك دايما عايز تبقى كويس. يعني لما لما كنت بلعب باك رايت في النادي الاهلي، او لما كان اي لاعب في العالم، مش انا، اي لاعب في العالم، لما بيبقاش وراه لعيب تاني، ها، اللي هو رقم اتنين دايما، رقم واحد بيبقى معروف ورقم اتنين ايضا بيبقى معروف، فلما رقم واحد بيبقى دايما عايز رقم اتنين، يعني اسمها ايه، بنقولها باسلوب كره القدم، يهبط كده وراه او يخبط رجليه على الارض وراه. لما رقم اتنين ما بيبقاش موجود او بيبقى مصاب او بيبقى تعبان او بتاع، فرقم واحد بيهدى شويه،